اجمل حاجه ان انا ايه داخله تايهه في الكواليس وفتحت اوضه لقيت استاذ بوحي منور الدنيا وقاعد مختفي كده بالاناقه والبدله البيضاء والجو ده، وقاعد مختفي عن الناس كلها، ما حدش يعرف ان هو هنا. فانا قفشته، انا قفشت. ايه قفشت؟ ايوه قفشتك في الكواليس. بص انا احب اقعد لوحدي عشان بركز، عشان قالوا لي دي دوره محمود حميد، عايز اعرف ليه، اشمعنى هو، اشمعنى حميد. لا يستحق، ما هو ده الحاجات اللي هقولها جوه بقى. من ليه اسلوبي؟ ايوه يعني في اكشن على المسرح منك. ان شاء الله. وخلي بالك انا مفصل حاجه مخصوصه للمناسبه دي، الجزمه دي. دي تفصيل ولا جه؟ لا طب مفيش دي خالص. طب مفيش مقاسك؟ انت مقاسك كام؟ 46. ولا في الساعه دي. ودي تفصيل برضو؟ لا يعني ده طبعا مفيش. ولا دي؟ لا دي برضو دي حته الماظه. الماظه انا شايفه البليه لعبت معاك شويه. بتهيألي قبضنا الحمد لله. يعني فاكر موضوع التورته والخياره اللي قلبت الدنيا معايا؟ فاكره؟ قعدنا ندور على شمعه ما لقيناش شمعه، لقينا خياره والدنيا اتقلبت. يرضيكي؟ دلوقتي دخلنا اهو بقى عملنا شغل جامد اهو، كان وش السعد السنه دي يعني. قلنا اللي عاجبني فيك انك بتفاجئيني وداخله مركزه في لحظه كنت انا سرحان فيها. واللي يجي مهرجان الكوميديا لازم يجي مستعد بيرقص كده ويفرح. عاجبني فيك انك مفرفشه. مش كده؟ انا جايه مهرجان الكوميديا جاهزه. في حاجه يقول لك المفرفشه جزء في العيشه، حاجه كده. حاجه كده بقى، خلينا في المفرفشه. النهارده احنا شعارنا السعاده والانبساط والدوره الكوميديه لنجوم. بص بقى، خلي اهتمامك ناحيه وخذ الحياه كما هي. ودي نصيحه محي اسماعيل يا جماعه لينا في دوره مهمه من دورات مهرجان اسكندريه. وجوه هقول لمحمود حميده جمله، هنشه جمله تطلع من نفوخه. والله طبعا دلوقتي احنا في انتظار. خليكم معانا، تابعونا، هيطلع على المسرح هيقول حاجه مهمه جدا. هنشه هنشه ننشه. يلا بينا. بس البدله حلوه. تابعونا ولسه مكملين، ولسه في مفاجآت كتير هنشوفها في مهرجان اسكندريه.